يعني مش عايزين نتكلم على أندية أخرى، خلينا نتكلم على النادي الأهلي. تحياتي ليك يا كابتن شوبير. ده أشادة بيقول تحياتي ليك يا كابتن شوبير، منور القناة. رأيك إيه في أداء مدرب الأهلي وهل سيستمر كده؟ يعني ماشي ناخد السؤال ده برضو بما إنك يمكن بدات اتابع تدريبات ريني فايلر. بدات اتابع تدريبات النادي الاهلي يعني من كتر ما سمعت عن الراجل. اول ما راح طبعا رحت، دايما بعملها مع المدربين الجداد يعني، اول ما بروح مدرب جديد كده بروح اتفرج. طب روح اتفرج. رحت اتفرجت مرتين فاتبسطت. الشخصيه حلوه، الهدوء والقوه. انا الراجل اللي يجمع بين الهدوء والقوه ده بحبه قوي. تبقى هادي جدا بس ما كانش فارق معاك التمرين يعني؟ لا، عايز اشوف شخصيته. وبعدين بصيت على التمرين، التنافس اللي موجود ما بين اللعيبه هايل يعني. فقلت الغربال الجديد ليه شده يعني، اصبر كده شويه واروح تاني. فبرضه رحت كده تاني، بس كنت اتفرج ربع ساعه. اول امبارح او اول اول قعدت ساعه وربع. اول مره تقريبا اتفرج على مصطفى، خلي بالك يعني. ف لا اتبسطت جدا. لا 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 لا، ستايل تاني، اسلوب تاني خالص، تدريب مغاير، ثقته في نفسه عاليه جدا، احترامه للعيبه واحترام اللعيبه ليه والمنافسه الكبيره اللي موجوده بين اللعيبه. لا حسيت ان انا قدام مدرسه ممتازه في كره القدم، حسيت ان انا قدام مدرب محترم. اتمنى ان يعيش مع الكره المصريه. برضو ما نقدرش نحكم من بدري طبعا. بس المؤشرات كلها ايجابيه لصالح الكره المصريه، ان انت بعد سنوات تاكدت ان مانويل جوزيه كان ايجابي قوي للكره المصريه، ولا انا غلطان؟ كان هو المنتخب الوطني ايجابي جدا. وكابتن حسن شحاته حقيقه بمنتهى الامانه، كابتن حسن راجل محترم، قال هذا الكلام لانه محترم وبيحترم نفسه وبيحترم شغله يعني. فهذا الرجل يعني قد يصبح زي مانويل جوزيه كده في دعمه للمنتخب الوطني من خلال لعيبه في فورمه عاليه ومنافسه كويسه. تمام. كل اللي حضراتكم بتسالوا فيه ده احنا لنا اجزاء النهارده كتيره مع كابتن